السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. تماريننا اليوم تساعد بنسبة كبيرة في تقسيم الجسم، تابعونا. التمرين الأول تمرين الطعن، لكن الطريقة مبتكرة بعض الشيء عشان نركز بنسبة الحرق في هذه المنطقة وعملية التقسيم. فتحتاج تنزل هذه الطريقة، من بعدها تلف تنزل الطرف الثاني. هذا التمرين ما أنه معروف أن يركز على عضلات الرجل بشكل كبير، الأرداف، منطقة السفلية والحوض كذلك، لكن عملية اللف هذه تعطيك دافع أنك تستمر بنفس التمارين لكن بطريقة أفضل بعض الشيء. التكرار ممكنك تخليه 10 لكل جانب. التمرين الثاني تمرين يركز على عضلة السمانة. في البداية بمكاننا نأديه طريقة الرقم 11 اللي هي متوازية، فتأدي ترفع الرجلين توقف على المشط، ومن بعدها ترجع توقف على الكعب ترفع المشط، والعكس صحيح. إذا بغينا نركز على الجزء الخارجي نأديه بطريقة رقم 8 بهذه الطريقة والمثل كذلك. إذا بغينا نركز على العضلة الداخلية للسمانة نعكس على شكل رقم 7 ونأديه بهذه الطريقة. التكرارات يفضل أن تؤدى كل طريقة 10 تكرارات من دون توقف، تأخذ راحة مدة 30 ثانية وترجع مرة ثانية. التمرين الثالث تمرين الضغط، ولكن مغاير بعض الشيء، تحتاج إلى كرسي أو أي سطح مرتفع، المسافة بين اليدين على مستوى الكتف، تنزل لمستوى الصدر من ثم ترتفع. هذا التمرين يركز على عضلة الصدر بشكل كبير، ولكن العضلة السفلية. يؤدى التكرار 10 تكرار مع التركيز عدم انحناء الظهر للأسفل، حاول تخلي الظهر بشكل مستوي متناسق، وركز في التمرين ما تحتاج تستعير فيه. التمرين الرابع تمرين الضغط، عكس التمرين الثالث، تكون الرجل للأعلى والجسم للأسفل، يركز على عضلات الصدر العلوية، النزول كذلك بطريقة بطيئة، المسافة بين اليدين مستوى الأكتاف، تنزل بهذه الطريقة ترتفع، حاول أنك ما تنزل الظهر هذه الطريقة، ولكن تثبيت بشكل شبه مستوي بعض الشيء. التمرين الأخير تمرين خاص بعضلات البطن، يؤدى بهذه الطريقة، حاول تفتح الرجلين بهالمستوى، ومن بعدها تفتح اليدين بهذا المستوى، ترفع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ومن بعدها العكس، اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، حاول أنك ما تدفع بجسمك عن طريق اليد ولكن ترفع بجسمك بهذه الطريقة. التكرارات بالإمكان تكون 10 لكل جانب. في النهاية عملية تقسيم الجسم لا تعتمد فقط على نوعية التمارين من حيث التكرارات والجلسات التدريبية، ولكن تعتمد على عنصر أساسي وهو نظام الغذاء المعتدل الذي يعتمد على نسبة حرق سعرات حرارية أعلى من نسبة الأطعمة التي تدخل في الجسم بشكل يومي. نشوفكم في الحلقات القادمة، تحياتي.